الساعه قربت، الشان الان ديال هذه الجائحه. وانا يعني وقفت على هذه اللجنه العلميه في تقريبا في كل البلدان العربيه الاسلاميه، سالت الاطباء في كل البلدان العربيه، المغرب يعني حتى البحرين، ان ليسوا يعني الخبراء الحقيقيين. انا كنت اظن غير في المغرب، ساعه في كل البلدان وحتى البلدان الاوروبيه. اللجنة العلمية ما فيهاش الخبراء الحقيقيين، لأن الخبراء الحقيقيين لن يقبلوا بعض الأشياء. أما الخبير يعني ما ليس خبراء، بعد ليس خبراء، ناس في الميدان وصافي، الذين يقبلون بعض الأشياء ويزكونها ويطبلون لها ويقنعون الناس بها، هؤلاء ليسوا باحثين وليسوا علماء، وحاشا أن يكونوا باحثين، حاشا أن يكونوا خبراء، حاشا أن يكونوا متخصصين في الميدان. لأن الباحث لا يخون البشرية، الباحث لا يخون البشرية، الباحثون لا يخونون البشرية، هؤلاء خانوا البشرية الآن، خانوا البشرية الآن. وعلي نحن هذا الموضوع لا نريد أن نتكلم فيه، لقد تكلمنا فيه وكلمة الفصل، ونحن لا نخوض في المسائل السياسية لأنه أصبح أمر سياسي الآن وليس علمي ولا علاقة له بالعلوم. نحن قلنا بأنه لغز، إلى حد الآن لا زال لغز، لا زال لغز، ولا يقدر أحد في العالم الآن أن يعطي تدقيقات حول هذا اللغز، لا زال لغز. الجائحة الآن لا زال لغز، ثم قرارات تصدر بنفس الطريقة في كل البلدان وهي نفس القرارات، من أين تصدر لا نعلم، تطبق، اصرخ، ابكي، اخرج للشارع، فعل ما شئت، تطبق في جميع البلدان، دخل الصف كما نقوله. أنا أتكلمنا لا داعي لأن نأخذ في الكلام في هذا الموضوع، لا داعي، لأن هذا التغيير الوراثي، يعني هذا التغيير الوراثي طال جميع، سنتكلم كذلك عن هذه الفيروسات والجراثيم والبكتيريا وهذه الخمائر التي غيرت وراثيا، سنتكلم عنها في الحلقة المقبلة. الآن مع الحيوان انظروا إلى أين وصل التغيير الوراثي. أنا لا يضرني أن البحث العلمي أن يتقدم أو يفعل ما يشاءون، لكن الغريب أن حيوان نحن نحرمه في ديننا، ثم بدأنا نطبل بأننا سنأخذ أعضاء وسيكون حل للبشرية، سينقذ البشرية. الذين لا يجدون كبد ولا يجدون كلية ولا يجدون قلب يزرعونه، سنأخذه من خنزير. هذا خبر يطبل له في البلدان الإسلامية، هذا خبر ينشر في البلدان الإسلامية، هذا خبر يمجد في البلدان الإسلامية. يا علماء المسلمين، بعدها واش سمعوها ولا مازال؟ انا لا اظن ان علماء المسلمين سمعوها هذا، ولكن هذا هو مشكلنا، يعني هذا هو مشكلنا، دائما نجد المبرر.